وهي الوردات صاروا جاهزين على الطاولة، والصحون والكاسات وباقي القصص. ومنيح يلي بتكره اللون الأبيض ما أنا هون. يا سلام، شو كل هاد يا روحي؟ اليوم كتير معتنية بالطاولة، وفي شموع كمان، وشو هاد؟ حاطة الكاسات لطوال؟ ما تكوني بدك تشتغلي بتنظيم المناسبات، لأنه كتير عم بتقلديها لرفيقتك ميتري. أكيد لا خالتي، وليش بدي أقلدها لميتري؟ أنا بحب الترتيب وعم حضر مفاجأة لآشيش لنتعشى سوا. أنا بس كنت عم حضر أغراض العشاء، وأنتي بتعرفي هاي الفترة صار هون كتير مشاكل وما حدا فينا رايق، لهيك حبيت أعمل هاي المفاجأة لآشيش ونتعشى أنا وياه. إيه مو غلط، هاي الفكرة كتير منيحة وبتجنن. واليوم أنت اللي رح تطبخي العشاء بإيدك؟ إيه طبعاً، أنا اللي عملت العشاء وحاسبة حساب الكل، بس العشاء تبعي أنا وآشيش طلبته جاهز من مطعم غير الشكل. طيب اطلبي لنا معك من هذا المطعم بنتي، لأنه أكيد العشاء تبعك ما حينبلع معنا. خالتي أنت شو عم تقولي؟ لا أنا ما عم أقول شيء، بس أمك لساتها بغرفتها من الصبح وأنا ما شفتها، رح تصير الدنيا العصر. تعرفي أنا هلأ تعودت على أمك كتير، ما عاد فيني أقعد بلاها. أنا آسفة يا أمي، أنت من الأفضل ترجعي على بيتك. يبدو أمي راحت بلا ما تخبر حدا. شو القصة يا روحي؟ يلا جاوبيني، وين أمك؟ ما شفتها. خالتي أمي اليوم قررت إنه تروح على بيتها. خالي تعبان شوي وراحت حتى تدير بالها عليه، ويبدو هي ما قالت لحدا قبل ما تطلع من هون لأنه كنتوا نايمين. تعرفي هي ما فيها تتركه لخالي لأنه مرضان. عن جد راحت؟ قصدي يبدو خالك ساعدنا كتير بدون ما يحس. خالتي ما سمعتك. أكيد ما حق تروح تدير بالها على خالك، وهذا مو غريب عنا، منيح اللي راحت. أنا ما عم صدق إنه كل هذا صار مع ميتري، المسكينة ما غلطت مع أي حدا. إيه وأنا رحت حتى أشوفها. وميتري اليوم مقهورة ومتضايقة وكتير مكسورة، بس هي لساتها عم تكابر. هي على طول بتساعد كل اللي حواليها، ولو حتى على حساب حالة، وبتضل تضحي يا أبي. أنا بدي ساعدها بس لهلأ ما عم بعرف كيف. نحن فينا نساعدها يا ابني، وخاصة بشغلة بمجال الحفلات، هذا الشيء أكيد رح ينسيها مشاكلها. تفضلوا، بس كمان ميتري نفسها عزيزة عليها وما رح تقبل نساعدها. بس يا كروم هلأ. لا بابا، أمي معها، ميتري ما رح تقبل إنه نساعدها، هي أكيد رح ترفض الشغل